التنمر. التنمر ده هو شكل من أشكال الإساءة والأذى من شخص لشخص أو من مجموعة لشخص، والعكس بقى، يعني ممكن تلاقي شخص واحد بيتنمر على مجموعة عادي. التنمر له أشكال كتيرة جدا ومختلفة، زي التنمر اللفظي. التنمر اللفظي يعني بقى تقعد تتريق على حد وتسف عليه وتشتمه، انت شكلك كذا، انت لبسك مش عارف ايه، انت تخين، انت رفيع، فهمت؟ حاجات شبه كده. او ممكن تنمر جسدي، انت شخص ربنا مديك بقى شوية صحة وقوة بدنية، تقوم تنمر على حد وتضربه. في طرق كتيرة بقى ممكن تستغل حد عشان هو طيب مثلا، او واثق فيك مثلا، ما هو يعتبر تنمر برضه. الكلام ده تلاقيه بيحصل في المدرسة او الجامعة بقى كتير، او النوادي. وفي الغالب الناس اللي بيتنمروا على غيرهم هم في الاصل كان بيتنمر عليهم او كانوا بيتعاملوا بطريقة مش كويسة. اصل كل واحد فينا اتعرض للتنمر في حياته، انت لو ما تعرضتش لكده يبقى انت انسان متوحد. ايه ده، هو ده تنمر؟ اهم، يلا نرجع للموضوع. كنت بقول ان كلنا اتعرضنا للتنمر، اذا كان بقى في المدرسة او اتعرضت للتنمر في الجامعة او حتى من اصحاب على هيئة زار، او اتعرضت للتنمر من اهلك او قرايبك او الناس اللي حواليك. طيب هو التنمر ده بيأذي؟ بيأذي وخطير جدا كمان. التنمر بيعرض ناس كتير جدا للاكتئاب والقلق وحالات من الحزن بقى والوحدة وقلة الثقة بالنفس. وكمان نسبة كبيرة جدا، من نسبة 8% ل 11.5%، الناس اللي بتتعرض للتنمر بيكونوا اكتر عرضة انهم ينتحروا. طب بالنسبة لك ان الموضوع عادي جدا، لكن ده فعلا خطير جدا، فعلا بيوديك لحاجات مش حلوة. طب نعمل ايه؟ خلينا اقول لكم ازاي تتعاملوا مع التنمر في كل حالة من الحالات اللي جاية دي. اول حالة، وهي ان لما حد يتنمر عليكم في المدرسة مثلا او في الجامعة او اي مكان عموما، هتتصرفوا ازاي؟ هل احنا بنرد التنمر بتنمر؟ لا طبعا، غلط. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش رد تنمر بتنمر، لان دي مش شطارة. لما حد يجي يتنمر عليك لازم انت تطلب المساعدة من حد تاني، من مدرس او من مدير المكان ده او اي حد اعلى منهم في المكان ده، تروح وتطلب منه المساعدة. وده مش ضعف منك انك تطلب مساعدة من حد عشان يحط حدود للموضوع اللي بيزيد كل يوم عن حده، ده مش ضعف. طب دلوقتي مثلا الشخص اللي طلبت منه المساعدة ده ما قدمليش المساعدة اللي انا محتاجها، اعمل ايه في الحالة دي؟ ما تديش اي رد فعل. دايما الشخص المتنمر بيبقى عايز رد فعل وعايز يشوف اخرك ايه. المتنمرين بيبقوا عايزين رد فعل. لما انت بقى ما تديش رد فعل للشخص المتنمر ده، بيضايقه فيبدأ بقى يكون هو اضعف منك، وانت اللي بتكون قوي جدا. زي ما قلت، مش لازم ترد على المتنمرين، تجاهلهم خالص. حاولوا انكم تصاحبوا في المكان ده ناس شبهكم وناس قريبة من تفكيركم، ومش لازم تغير من تفكيرك علشان الناس دي تحبك او تحبب شخص منك. يعني خليك زي ما انت، روح صاحب ناس شبهك في تفكيرك وشبهك في شخصيتك. معظم التنمر اللي بيجي علينا بيبقى بسبب او كذا سبب. اول حاجة انك مختلف، شخص هادي مش شبههم، فده بيحسسهم دايما انك مختلف عنه، فيحاولوا بقى يضايقوك بكل الطرق الممكن عشان تبقى زيهم. الناس ما بتحبش الاختلاف، خليك زي ما انت، اوعى تحاول تغير من شخصيتك عشان تبقى شبههم او علشان تنضم لشلة معينة او علشان محدش يضايقك منهم. خليك زي ما انت، خليك بشخصيتك، انت مميز عنهم. ده بيدل ان لما حد يجي يتنمر عليك علشان انت مختلف، قد ايه اللي بيتنمر عليك ده شخص ضعيف. مفيش اكتر من حد بيبقى بيتنمر على شكلك او بيتنمر على حاجة فيك او يضايقك ويتريق على خلقة ربنا. الشخص ده مش بيتطول عليك انت بس، ده بيتطول على اللي خلقك، فانت شخص قوي جدا. دايما ما تحسسش نفسك انك ضعيف ابدا عشان ما تديش ردات فعل. هما بيبقوا عايزين ردات فعل، بس انت ما تديش اي ردات فعل. طيب لو انا دلوقتي التنمر بيجيلي من صحابي، ما بيهزروا، انا بحب صحابي جدا، بس هزارهم او التنمر بيضايقني، اعمل ايه؟ اول حاجة مش عيب خالص انك تقول لا، اعترض عن اي حاجة بتضايقك. لما حد يرمي تنمر كده وسط الهزار او يعمل حاجة كده تضايقك، قول له لا وواجهه. ولو ما بطلش ده، ابعد عن الناس دي. فمش مضطر ابدا انك تقعد في مكان بيتعبك نفسيا، وبرده مش مضطر انك تصاحب ناس بتضايقك وبتتنمر عليك. الناس دي ما تتصاحبش. خليكوا دايما واثقين ان انتم جمال وحلوين ومميزين، كل واحد فيكم مميز. لو انتم مالكمش هدف في الحياه، ربنا ما كانش خلقكم. فدايما حطوا قدام عينيكم
ان انتم ناس جمال وخليكم واثقين في نفسكم، عشان الثقه في النفس دي اكتر حاجه بتضر اي حد بيتنمر عليكم. وبرده زي ما في ناس بتتنمر عليكم بتضايقك، في صحاب كتير بتحبك وبتحترمك وكمان بتقدرك. نصيحه اللي لازم نعمل بيها فعلا من الفيديو ده، ان لو احنا حد بيتنمر علينا اطلبوا المساعده. طلب المساعده مش ضعف، انكم تتكلموا مع حد بتثقوا فيه او قريب منكم تقولوا له انا بتعرض للتنمر، ده هيزودكم، ده مش ضعف منكم خالص. نصيحه بقى للمتنمر نفسه اللي بيتفرج على الفيديو ده، احب اقول لك ان تنمرك مش بيضحك. لما تتريق على حد مفيش حاجه مضحكه، انت كده ما استفدتش حاجه، انت ما حققتش الكوميديا، يعني انت مش روش، مش شخص بقى الناس كلها هتحبه علشان بيتنمر على حد. دلوقتي الناس بقى عندهم ثقافه وعارفين يعني ايه تنمر. فلو عايز الناس فعلا تسقف لك، واجه نفسك وواجه صعوباتك دي مع نفسك وحلها، وما تطلعش بقى الحاجات اللي انت بتشوفها في حياتك دي على ناس تانيين وانت عارف ومتاكد ان ده بيأذيه. ولان فعلا الحياه قصيره جدا، اقصر من ان احنا نضايق الناس ونزعلهم مننا، وكل حاجه بترجع لك في الاخر. ودايما افتكر ان التغيير بيبدا من شخص واحد بيأثر على 10، و10 بيأثر على 100، والباقي كله بيتغير. فكل التغيير بيجي من شخص واحد بس في البدايه، لكن بعد كده بينتقل للمجتمع كله. ابدا بالتغيير وخليك ضد التنمر. وبس كده نوصل لنهاية الفيديو، وكالعادة ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة لو مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار كل ما نزل فيديو، واعمل شير للفيديو لو شايف ان في حد بيعاني من المشكلة دي في حياته. وبس اشوفكم في فيديو جديد.